بغينا نبقاو عبيد، بغينا الحرية، بغينا الثورة، وبغينا الثروة ديالنا، وبغينا الشباب المغربي يبقى يموت في البحار، وبغينا الشباب المغربي يبقى يدمر في بلاده ويشنق راسو ويحرق راسو ويتفرشق ويتسجن إلى قال الهضرة ديالو. عندنا ملك تنخلصوا عليه السليب ديالو، تنخلصوه يعني ملك تتخلصوا عليه كل شيء. يعني نتوما تعطيتو 2.5 مليار ديال الدرهم هذا العام هذا، وفوق هذا الشيء هذا طارق عليكم مخابره، طارق عليكم مخزن ديالو، ما عرفش شنو باغي يحضي، ما عرف حضي اصاحبي، سير حضي الحدود، حضي شي حاجه. علاش حاضي الشعب ولاد الشعب والحريه التعبير ما كايناش، وهذا الشيء والحريه لجميع الاحرار والحريه للقناوي، وديما معاهم تبقى هذه الاغنيه في طوندونس توجور، لان اغنيه تتعبر على يعني المعاناة اللي تعيش فيها الشعب المغربي المظلوم. وتحياتي من هنا، وعاش الشعب، عاش الشعب، عاش الشعب. أوكي.